فات مبروك والتنفيذ والعرضية في حلق المرمى. جول جول! الاتحاد يتقدم، الاتحاد يتقدم برأس محمد سمير الدقيقة 37. تسلم راسك يا ابو سمره. هدف للاتحاد الدقيقة 37، العرضية من فتحي مبروك والرأسية من محمد سمير، وداخل الشباك يتقدم الاتحاد في الدقيقة 37 برأس المدافع قلب دفاع الاتحاد محمد سمير. بص شوف سمير بيعمل ايه، يرتقي فوق الجميع، يركز على طول بضربة رأس يصوب يسجل يهدف الأخضر عشان يتقدم سيدي الباب.